خير. ازيك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. وحشتيني، وحشتيني قوي. افندم جرالك ايه يا استاذ سيف؟ طلباتك؟ فيفي انا فيفي فيفي دي مين؟ انا عرفت كل حاجه ومش مهم افهم اي حاجه، المهم عندي اني لقيتك يا فيفي. ارجوك يا سيف، ارجوك تنسى الماضي، الماضي خلاص انتهى. يا ريت تنساه زي ما انا كمان نسيته. انساه؟ انساه ازاي؟ حد ينسى عمره؟ ينسى حياته؟ حياتك لسه قدامك وبايدك تعيشها راضي وسعيد، لكن انت اللي ساجن نفسك في الماضي. فك اسرك يا سيف، افتح قلبك للدنيا عشان ترتاح وتريح. ارجوك يا فيفي ارجعي لي، ارجعي لي زي ما كنت، وانا مستعدة ادفع عمري كله قصاد اي غلطة عملتها معاكي بقصد او بدون قصد. يا سيف افهمني، ارجوك بقى تفهمني، الماضي خلاص راح انتهى، وصدقني صدقني انا مسامحاك. وانا محتاج لك يا فيفي، محتاج لك. انت محتاج لنفسك، محتاج تتصالح مع نفسك. انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا بس الاقيكي جنبي. ما ينفعش، لا انا ولا الدنيا دي بحالها نقدر ننقذك من اللي انت فيه. انت الوحيد اللي في ايدك الحل، افتح قلبك للدنيا وللناس، ساعتها لا هتبقى محتاج لي ولا محتاج لأي بني ادم تاني. ارجوك يا فيفي ما تبعديش، انا بحبك. نزل ايدك يا سيف وروح، روح شوف حالك. دايما هو اللي واقف بيني وبينك، مفيش غيره. عبد الرحمن. عبد الرحمن، يا ريتك كنت زي عبد الرحمن، كان زمان مصيرك اتغير. دايما الاقي عبد الرحمن في وشي، حتى وهو مش موجود دايما الاقيه. يا ريتك تلاقيه بدل ما انت تايه عنه وعن نفسك. انسان يا سيف، انساني احسن لي واحسن لك. يا ريت يا فيفي، يا ريتني اقدر. مع السلامه يا سيف، ربنا يهديك. حصل امتى؟ للأسف بعد ما انت مشيت بنص ساعة، الست عيشة اتصلت وسألت عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم أطلع لهم البيت لكلهم محتاجين حاجة. حساب الصوان ودول إكرامية العمال. ربنا يجعل آخر عزان يا رب. عيشة، نعم عيشة، انت عارفة لو احتجتي أي حاجة أنا تحت أمرك. أنا أخليك لينا يا حبيبي. متشكرين أوي يا أخوي، متشكرين خالص، مش عايزين أي حاجة يا أخي. تكش دم، ما تراعي حرمة الست اللي ماتت دي. اسكتي يا بوز الإخص، انت اسكتي. انا برضو اللي بوز إخص ولا انت؟ هاي ماتت من قهرتها منك. خليك معانا يا عبد. معلش معلش، خلاص شدي حيلك يا سيف. مع السلامة اخوي، ربنا معاك. ساعة ما مسكت الفنجان وبصيت فيه لقيت كل حاجة مشطوبة، قلبي انقبض. الله يرحمها ويحسن إليها. وهي بتسلم علي، حطت إيديها في إيديا وما كانتش عايزة تسيبها، كانت بتبصلي كده يا عيني وزي ما تكون عارفة إنها مش هتشوفني تاني. كانت عارفة إنها هتموت. الميت يا ابني بيحس، بيحس. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده يا أمه، ما حدش بيعرف امتى هيموت. انا اللي شغلني دلوقتي وضع عيش اختي. ايه؟
اللي شغلني وضع عيش اختي. مالها دلوقتي؟ هتقعد فين؟ تقعد مطرح ما تقعد، تقعد في بيتها، تقعد لوحدها، تروح تقعد مع اخوها اسمه سيف، تقعد مع سيف. ما انت عارفه مرات سيف ما بتحبش حد من اهل جوزها، دي ما كانتش معبره الحاجة الله يرحمها، وكان فين وفين لما تاخد ولادها عشان ستهم تشوفهم. يعني عليها، مع ان الحاجة هي اللي مجوزها له. بس هو كمان غلطان، ما عرفش يعلم مراته ازاي تحب امه. الله يقومك بالسلامه يا بهيه، حقيقي نعمل نسك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ياما انا اللي شغلني دلوقتي عايز اعرف عيشه تقعد فين. عيشه مين؟ اختي. انا عندي فكره بقى حلم بيها الدور كله. فكره ايه؟ عيشه، عيشه اختي حبيبتي، عيشه بنت امي وابويا، تيجي تعيش معانا هنا. وماله؟ ما هي برضه اختك. ايوه اختي بنت امي وابويا، وبعد كده نبيع البيت، ده هجيب فلوس كده. وهي هتوافق تبيعه؟ هو بيتها لوحدها، ده ليا فيه قدها مرتين. افترض قالت لك انا مش عايزه ابيع. ساعتها بقى ست الكل اشتري نصيبها باي كلام، وبعدين نبيع البيت. وهي تعيش فين؟ يا سيف حرام عليك. ما انا قلت لك هتيجي تعيش معانا هنا، دي اختي، اختي من امي وابويا. وبعد عمر طويل بقى مين هيورثها؟ ما هم ولادي برضه. وعبد الرحمن وبناته. وهو عشان كده عايزه تيجي تعيش معانا هنا باي طريقه. وحتى لو جت عاشت معانا برضه عبد الرحمن وبناته هيورثوها. مش هيورثوا. يعني ايه؟ لما ناخدها في حضننا ونكسبها هنخليها تكتب كل حاجه باسم ولادي. يا اخي حرام عليك بقى. وهي يعني هتورث شويه؟ كفايه فلوس امي اللي في البنك، ولا التلات بيوت بتوع الجماليه، ولا ارض الوكاله والمحلات اللي عليها. تخيلي بنت عيشه دي ليها نصيب في الحاجات دي كلها. خاف من ربنا يا سيف، نفسي مره اشوفك بتعمل حاجه صح، حاجه تخليني احس ان انت انسان بحقه حقيقي. نقطينا بسكاتك، نقطينا بسكاتك، ده انت وش فق. الو. ايوه عبد الرحمن، انا يا اخويا بخير الحمد لله. يا بنت الحلال طوعيني وتعالي اقعدي معانا، بلاش تقعدي على طول، اقعدي معانا اليومين دول بس. ما قعدتك لوحدك غلط، ولو انا عارف انك بتستريحي مع مرات سيف كنت قلت لك روحي اقعدي معاهم. طب اسمعي، انا جات لي فكره، انا هبعت لك امي تقعد معاك كام يوم دول. المهم اسمعني دلوقتي يا عبدو، انا عايزاك يا اخويا تجيلي ضروري. ايوه يا عبدو، موضوع مهم قوي، عشان خاطري يا عباده، تعال بسرعه ضروري. انا اصلي النهارده عندي شغل متلتل. طب قولي لي ايه الموضوع في التليفون يمكن احله لك. مصر يعني؟ حاضر، انت عارفه ما اقدرش ارفض لك طلب، بس اديني ساعه واكون عندك. مع السلامه. يا سيف مش هتنقل من البيت ده، ان شاء الله يا رب يتهد فوقي. مش شاغب حاجه، انت قصدك ايه بقى؟ انتي عايزه تعيشي في بيت يساوي دلوقتي مليون جنيه؟ يا بنت احنا نبيعه وتاخدي نصيبك، ولو مش عايزه تعيشي معايا تقدري تاخدي شقه في احسن مكان. تشكر يا سيدي، بس برضو مالكش حاجه في البيت ده. نعم انا مش فاهم حاجه، قصدك ايه؟ قصدي اقول لك يا حبيبي ان البيت ده باسمي وباسم عبد اخويا. انت بتخرفي تقولي ايه؟ عبده ايه ده كمان؟ انا عايزه تحشري في الميراث بتاعنا. الموضوع ده امك حسمته من زمان يا بنت. ايوه امك حسمته من زمان، عشان كده كتبت لي البيت انا وعبده. انت مجنونه ولا ايه؟ عقلك جراله حاجه؟ بقى امك هتكتب البيت ده باسم عبده؟ انت بتقولي ايه يا اخويا؟ بالراحه بالراحه، ما تحزقش، احسن حواجبك تفارول. انا عندي يا حبيبي بقى الاوراق اللي بتقول كده. يا بنت اوراق اللي بتتكلمي عنها؟ اوراق ايه بقى؟ عايزه تاخدي حقي وتزين عدوي؟ ده حقي ميراثي عن امي. مش كل حاجه بقى بتاعت امك، هو بس الحاج من حبه فيها كتب لها كل حاجه باسمها، لكن البيت ده ابويا هو اللي اشتراه، الوكاله والارض اللي عليها البيت
وبيوت الجماليه. ايه كل ده مش مالي عينك ولا انت عينك فارغه؟ مالي عيني ايه ومش مالي عيني ايه؟ الاملاك والفلوس كلها بتاعت امي، يعني ما حدش يورثها الا انا وانت. يا ريتني كنت خليتها كتبت لي كل حاجه على حياه عينها وحرمتك من اي مليم، ساعتها كنت هرميكي في الشارع. الحمد لله يا اخويا انك ما قدرتش. امي بقى كانت عامله حساب يوم زي ده وعارفاه كويس. ده عبده بنت نوسة، افتح الباب انزلي بسرعه. بقولك يا سيف، عبد اخويا ما يعرفش حاجه على الموضوع ده، انا مش عايزه مشاكل ووجع قلب، فاهم؟ اتفضل بقى من غير ما ترد وورينا وشك لما النطره تنزل. عيشه، ايه خير يا عيشه؟ في ايه؟ خير يا حبيبي، اقعد الاول بس خد نفسك. امال فين سيف؟ انا هنا يا عبد، وهفضل دايما هنا. طبعا ده بيتك. شفتي سمعتي؟ او قالها بعضبه لسانه بيتي. لكن صاحبه الشأن ما قالتش كده. صاحبه الشأن خلاص الله يرحمها. هو ايه الموضوع؟ افهمك انا يا سيدي، الست عيشه اخت شقيقتي عايزه تلها في حقي وتدهولك. قلت لك 100 مره يا بني ادم، ام الله يرحمها والمحامي راحوا من ورايا شهر العقاري. عيشه ما تفهموني، ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع يا سيدي ان نينا الله يرحمها كتبت البيت ده باسمي وباسمك، التلت ليا والتلت ليك، والاستاذ البتاع ده اللي عامل نفسه اخويا مش عاجبه الكلام ده. لا لا بقى، انا ما حدش يورث امي غيري. عداك العيب وانا هتنازل لك عن نصيبي. تتنازل؟ تتنازل ده ايه؟ انت هتتقسم عليا وتديني حسنه؟ لا يا حبيبي ده حقي. اما انت انسان غريب، عايز نعمل ايه يعني؟ ابوس ايدك واقول لك اتفضل خد نصيبي؟ برضه هيقول لك خد. بقول لك ده حقي. بقول لكم ايه، العقد ده تنسوه، تعتبروه كانه لم يكن. برضه اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. الله، بطل تقول لسان بقى. انت جرالك ايه؟ مخك بقى طلع لي. انت بتفعل على ايه؟ ايش حال ما كنتش خايب وخيبتك كلها بنات؟ لو كنت خلفت صبيان زي كنت عملت بينا ايه؟ كنت هحمد ربنا برضه زي ما بحمده دلوقتي. خلاص خلاص يا اخي، ما تبقاش ميت على الدنيا وعملت كنس في فلوس. بكره اللي هياخدوا بناتك هيلهفوهم منك، وعلى راي المثل مالك كنزي للنزهي. اعوذ بالله، انا عمري ما كنت كنزي. وبعدين مالهم البنات؟ مالهم؟ هعلمهم احسن تعليم وهجوزهم احسن جوازات. اما الفلوس بقى تروح لمين؟ ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيبعتها لصاحب النصيب لحكمه هو اللي يعرفها. هنخش بقى في المواعظ. على العموم انت مش عايز نصيبك في البيت ده، انا هحقق لك اللي انت عايزه. لا يا عبد، انا مش موافق. ليه بس يا عيشه؟ انت مش بتقولي بقى من نصيبي؟ خلاص يبقى من حق اتصرف فيه زي ما انا عايز. ليه يا عبد عاوز نينا تتقلب في تربتها يا اخويا؟ سيب ايدي. ليه عاوز ازعلها منك يا عبد؟ سيب ايدي. والله العظيم لو ده حصل يا عبده يحرم عليا بيتك واولادك طول عمري. حاولي تفهميني. سيب ايدي.